بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا لصلاة التراويح في هذه الليلة إلى قول الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين فيقول: قل يا عبادي. والمراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة، وذلك لأن العبودية ثلاثة أنواع: عبودية عامة وهي عبودية القدر، وهي العبودية الكونية، وهذه تشمل جميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر، فجميع الخلق عباد لله عز وجل بالمعنى القدري الكوني. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فمعنى يسجد أي يذل ويخضع لحكمه القدري الكوني. والنوع الثاني من العبادة أو العبودية العبودية الخاصة، وهذه لمن أسلم وجهه لله عز وجل وانقاد لرسله. ومن ذلك قول الله عز وجل في هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والنوع الثالث من العبودية العبودية الأخص، وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كقوله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي تجاوزوا الحد في مخالفة أمر الله بالذنوب والمعاصي، وذلك بترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. فظلم النفس والإسراف يدور على أمرين: إما ترك واجب وإما فعل محرم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله. والقنوط هو أشد اليأس، وذلك بأن يستبعد الإنسان رحمة الله ومغفرته. لا تقنطوا من رحمة الله، يعني لا تقنطوا من أن يرحمكم الله وأن يغفر لكم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالله عز وجل لا يتعاظمه ذنب، فكل من فعل ذنبا وأناب إلى الله ورجع إليه فإنه سبحانه وتعالى يغفر له. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الجملة كالتعليل للجملة السابقة، أي أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا لأنه هو الغفور الرحيم. ثم قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم بقلوبكم، وأسلموا له بجوارحكم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالواجب على العبد أن ينيب إلى الله عز وجل بقلبه، وأن يسلم إليه بجوارحه، بأن ينقاد إلى أمر الله تعالى فعلا للمأمور وتركا للمحظور وصبرا على المقدور. هذا هو الواجب على المؤمن في أحكام الله، أن يفعل المأمور وأن يجتنب المحظور وأن يصبر
على المقدور. فهذه الآية الكريمة تدل على أن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب، فكل الذنوب بل جميع الذنوب يغفرها الله تعالى. ولهذا في آخر سورة الفرقان قال الله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا أولا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال الثاني. ولا يزنون ومن يفعل ذلك، أي هذه الثلاثة أو واحدا منها، يلقى أثاما يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعلى العبد أن ينيب إلى الله عز وجل وأن يسلم إليه، وذلك باجتناب الذنوب والمعاصي والتوبة إلى الله عز وجل، أن يبادر بالتوبة، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت، فليس بين الله تعالى وبين عباده نسب ولا حسب، فالإنسان قد يفجأه الموت على حال سيئة وعلى حال يكون مخالفا لأمر الله عز وجل، فالواجب التوبة. ولهذا أمر الله تعالى عباده بالتوبة في كتابه، ورغب رسوله صلى الله عليه وسلم فيها في خطابه، قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا له، فإني أتوب إلى الله تعالى وأستغفره في اليوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. ولأن الذنوب والمعاصي إذا أصر الإنسان عليها فإنها سبب لأن يحرم فضل الله تعالى، فالإنسان بسبب ذنوبه وبسبب معاصيه قد يحرم من فضل الله. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ولأن الذنوب والمعاصي إذا تشبث الإنسان بها وأصر عليها صعب عليه فراقها، لأن نفسه تألفها وتستمرئها وتعتاد عليها، والنفس متى اعتادت على شيء صعب عليها أن تفارقه. والتوبة النصوح هي ما جمع أوصافاً 5. الوصف الأول: الإخلاص لله تعالى، بأن يكون الحامل له على التوبة الخوف من عقاب الله ورجاء ثوابه، لا يتوب رياءً ولا سمعة ولا يثنى عليه أو يمدح، بل تكون توبته خالصة لوجه الله. ثانياً، من شروط التوبة النصوح الندم على ما مضى، أن يندم على ما حصل منه من إسراف في جنب الله ومن ذنوب ومعاصي، بحيث يتمنى أنها لم تحصل منه، فهذا يوجب له أن ينكسر قلبه وأن يلين قلبه لله تعالى. ثالثاً، من شروط التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب فوراً، أن يقلع عن الذنب، فإن كان الذنب بترك واجب بادر بفعله، وإن كان الذنب بفعل محرم بادر بتركه، وإن كان الذنب بأخذ حق من الناس بادر بدفع الحق لأهله وأصحابه واستحلهم. فلا بد من التوبة النصوح، لا بد فيها من الإقلاع عن الذنب، فلا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار عليه، لأن الإصرار على الذنب ودعوى التوبة نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. الشرط الرابع من شروط قبول التوبة أن
يعزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل، العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل، سواء كان تركا لواجب أم فعلا لمحرم. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر له فعله، فإن هذه التوبة توبة كاذبة. الوصف الخامس أو الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان: عام وخاص. فالعام أن يتوب إلى الله قبل أن تطلع الشمس من مغربها. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من المغرب. وأما الوقت الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل فحينئذ لا تنفع التوبة. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. واعلم أن الإنسان إذا أراد أن يفعل معصية أو هم بمعصية ثم تركها لله عز وجل كتبها الله تعالى له من فضله وإحسانه حسنة كاملة. فالإنسان إذا أراد أن يفعل المعصية ولكنه تذكر مخافة الله وعقابه سبحانه وتعالى وتركها لله، كما جاء في الحديث: إنه تركها من جراء كتبها الله له حسنة. وأما إذا تركها لا لله فهذا لا له ولا عليه. ولهذا كان تارك المحرم، الإنسان إذا ترك المحرم فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يترك المحرم لله عز وجل، كمن هم مثلا أن يفعل معصية ولكنه تذكر عظمة الله وعقابه وثوابه لمن ترك فتركها لله، فهذا تكتب له حسنة كاملة لأنه تركها لله. الحال الثانية من أحوال ترك المحرم أن يدع المحرم لأن نفسه لم تدعه إلى هذا المحرم، كالذي مثلا يترك شرب الخمر لا لله ولكن لأنه مضر بالصحة أو لأن نفسه لا تشتهيه أو نحو ذلك، فهذا لا له ولا عليه، لا يكتب له حسنة لأنه لم يتركه لله، ولا يكتب عليه سيئة لأنه لم يفعل المحرم. الحال الثالثة أن يترك المحرم عجزاً عنه من غير فعل السبب، أن يدع المحرم أو أن يترك المحرم عجزاً عنه لكنه لم يفعل السبب، فهذا يحاسب على هذه النية ويكتب له سيئة بحسب نيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. فالإنسان الذي يتمنى يقول: ليت عندي خمرا لأشربه، ليت عندي كذا لأفعله من المعاصي، فيحاسب على هذه النية السيئة. لكن إذا لكن الحساب على النية فقط إذا لم يفعل الأسباب. الحال الرابعة أن يدع المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب، كمن مثلا أراد أن يشرب خمرا وذهب يفتش، يعني فعل السبب، هم وفعل السبب، فذهب يفتش ها هنا وها هنا لعله يجد خمرا فلم يجد، فهذا والعياذ بالله يعاقب عقاب الفاعل تماما كالذي شرب الخمر.
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. فالذي يدع المحرم مع فعل أسبابه ولكنه يعجز يعاقب عقاب الفاعل تماماً. مثال آخر: إنسان أراد أن يسرق وأحضر معه سلماً، فكلما وضع السلم ليصعد ويقفز إلى البيت مر شخص في الطريق فتراجع، ثم وضعه مرة ثانية فمر شخص في الطريق فتراجع، فعجز عن السرقة مع فعل السبب، يكتب عليه وزر السارق تماما من حيث العقوبة كأنه سرق. لماذا؟ لأنه هم بفعل المعصية وفعل الأسباب التي تؤدي إلى هذه المعصية. فالمهم أيها الإخوة أن على الإنسان أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بها، وألا يدع التوبة قنوطاً من رحمة الله. والقنوط هو أشد اليأس، بأن يقول مثلاً: أنا عندي من الذنوب والمعاصي ما لا يغفره الله، لأن هذا تحجر على الله عز وجل، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعاً ولا يتعاظمه ذنب. ومتى أقبل العبد على الله تعالى وتاب إليه وأناب قبل الله تعالى توبته ومحى حوبته، بل ربما تكون حاله بعد التوبة خيراً من حاله قبل التوبة. فكثير من الناس تجد أنه مثلاً يكون مستقيماً ثم يفعل ذنوباً ومعاصي ثم يتوب، فتكون حاله بعد التوبة الثانية خيراً من حاله قبل التوبة. أسأل الله عز وجل أن يقبل توباتنا وأن يمحو حوباتنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.